مكان انا وساره ونوره وخالد. شوفوا هذا oh ما شاء الله، شايفين هذا دبدوب؟ هذا بالاخير حيصير، شوف شوف المكان، شوف الالوان، كل واحد بيجي بيرسم على كيفه. شوفوا بالاخير هيك بيطلع، فنحن بدنا نسوي واحد لنا. شوف الالوان مع احلام ما شاء الله. هلا بدنا نخبص واحد لنا، نختار واحد من هذوليك لونيك نرسم ونلون عليه، وبعدين نختار صوره. عم فكر كمان انا اسوي صوره نفس هدول، عرفتوهم وتشوفوهم بالانستغرام، اللي هي بتجي بتحط شغله هون بعدين بتعمل لها هيك، عرفتوها؟ هاي بدي اجربها، نفسي اجربها من زمان، هلا حجربها. شوف ساره قاعده عم تمكس الالوان، وخبره خبره خبره التمكيس. بس ما هذيك اسود؟ حطيت. شوف 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 كيف طلع، واو. شوف من ورا كيف شكله كمان كثير حلو. لا ما خرب، حلو. واو شوف، خلص الاسود. واو خلاص. شوف التفنن ما شاء الله، شوف الابداع. واو طبعا ما وثق حالي، الحمد لله كله طالع تمام. اهم شيء نظافه، نظافه كثير اهم شيء. المريول الظهر مثل ما كنتي عامله قبل. اوكي استني 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 استني، اول شيء حط استني، اول شيء لحط اسود. اوكي هلا بلش. بس ظبط؟ I think so. يب. Yeah. يب. Okay, can we do here? Okay, هون ما فينا نعمل، لازم نعمل من فوق كم شيء عشان ينزل ولا؟ Okay. Okay. حط أسود. Okay. يلا. ملية مرة واحدة. أيوة أيوة أيوة. Okay. لا لا. كشخة. لا خلاص في بلاك. ايه هون هون على الجهة الثانية، على الجهة الثانية، على الجهة الثانية. بس بس لحظة، هون بده يا ولد. الله شوفوا هاي كيف، ولك بدك ترمية ترمية ترمية. بس هيك هيك صح، مثل ما عم يسوي عمر صح. لا ما تتوجي عم تضرب عم تخرب. خرب الديزاين، خرب الديزاين. لا هي مش لازم تعملها قوية أصلا. ما هي هاي عم طرطش لما بتلف. في ريحتها بتخري. أوكي أوكي أوكي، هاي عشان توفيق. تمام، إجينا نتعشى هلا بتشيز كيك فاكتوري. أوكي. جنب تشيز كيك فاكتوري. جنبه، مش تحت ولا فوق. لا جنبه. أوكي. تشيز كيك فاكتوري مش بالطابق الارضي. بالطابق الارضي تبع الاكواريوم. انت بتقولي بالطابق الارضي. Yes. طيب لو مش بالطابق الارضي يا ساره. ها شو هو؟ ها سكوت. شو سكوت بدك تروح على ديور هيك؟ ليه هيك بدك تروح على ديور. مش طابق ارضي حبيبي. اي تولد يو الارضي تبع الاكواريوم. في تحت الاكواريوم. هيو نحن بالارضي تبع الاكواريوم. هيو فيك تطل لتحت. ما في مهرب يا روح. يا جماعة إن شاء الله ما نكون تأخرنا عليكم. كم جيتي؟ لا لا بس بس والله 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 كان عندنا ظروف كتير تاني. يا جماعة أقسم بالله صار أكره أصور سناب بس لأنه فجأة بيختفي صوتي ويبطل يرجع، فبيضيع السنابات على الفاضي. يعني هلأ كان في ديل بيني وبين سارة إنه لو طلع هذا المطعم بالطابق الأرضي أوكي حجيب له هدية، بس راح الصوت بطل فيه إثبات ما حجيب له هدية. هلأ حكيت إثبات. هلأ ما حكيت أنا. شاهدين ولا مش مين شاهدين؟ ما كانوا معنا اصلا. هذا اللي قاعد هنيك انت. انا قلت لك مدري صح زاره. زاره حلو. خذنا هذاك الشاب اسمه كريستيان ديور. كريستيان ديور شو هذا؟ شو هذا؟ شو هذا؟ لا 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 ما راح.